وأكيد متابعين بصباحنا لليوم يا سمر، وأولى فقراتنا مع الإبداع السوري والطب السوري يلي هو دائما بالمراتب الأولى، وهو دائما عندنا الأطباء السوريين يلي هن دائما بيحاولوا يقدموا المستحيل لشفاء المرضى. طبيب سوري استطاع أن ينقل باختصاص التخدير إلى مستوى جديد من الشفاء، إعادة الأمل بالحياة إلى الحياة الطبيعية، ويعد بعض بالمزيد. عيادة طب الألم أو ما يسمى العلاج التداخلي اسم العيادة اللي بيشرف عليها الدكتور نقولة في مشفى الأسد الجامعي في دمشق، والتي أنقذ من خلالها مرضى شخص لهم البتر لأحد أطرافهم. رح نحكي أكثر مع الدكتور يلي اليوم بصرنا أنه نستضيفه معنا بصباحنا لليوم، الدكتور نقولة، عفوا هيثم نقولة. صباح الخير دكتور. صباح الخير، اهلا وسهلا فيكم. اختصاصي تخدير ولكن معالجة ألم مزمن. معالجة ألم هو طب الألم اختصاص بعد التخدير، وحقق شفاءات على مستوى للمرضى. وايضا بدي رحب بالعم فايز ابو دايس. نعم، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك وان شاء الله مع قلبك شيء. الله يديمك ويخلينا بفضل يا الله وبفضل الحمد لله هيثم. الحمد أكيد لله بدنا نتشكره. اهلا وسهلا، يسعد صباحكم واهلا وسهلا فيكم. فيكم دكتور، بالبدايه خلينا نحكي كيف قدرت تطور اختصاص التخدير واستخدمته واستفدت منه بانقاذ الاطراف من البتر. خلينا نحكي كثير عن هذا الموضوع، كيف نقلت هيك اختصاصك او طورت فيه؟ التخدير معروف للعمليات الجراحيه وعدد كثير استطبابات واجراءات ضمن المشافي بدها طبيب التخدير. طب الالم هو موجود عالميا وليس محليا. طب الالم اختصاص فرعي بعد التخدير، يعني لازم يكون طبيب تخدير لحتى يكون طبيب الم. نحن الحمد لله بعيادة الأسد الجامعي، مشفى الأسد الجامعي بدمشق، طورنا الشغل، ما تركته على بروتوكول طب الألم اللي هو محطوط عالميا. حاولنا عدة محاولات وبعدة حالات مرضية خلينا نقول شبه مستعصية، مثل حالة العم فايز اليوم، هي كان قرار بتر بعد جلطة متكررة بإيده وألم كتير شديد بإيده، ف طورناها شوي، حاولنا بتجارب عدة تجارب والحمد لله وصلنا لنتيجة حلوة وصرنا نستخدمها لعدد من المرضى. نعم دكتور، قبل ما ننتقل إلى العم المريض خلينا نحكي، نحن وقت بتجينا حالة إن كانت هي إلها علاقة ببتر الأطراف أم بالديسك أم تخفيف الألم ما أيضا من مرض السرطان، نحن بالبداية شو هي مهمتنا؟ كيف نشخص المرض ووين منتجه بحالة الشفاء للمرض؟ هلأ عيادة الألم بيتحول للمريض تقريبا لما يصير حاله شبه مستعصيه والمريض ما عم يتجاوب. ليش ما بيتحول له بالاول؟ لانه في اجراءات لازمه، انا ما فيني اسمه علاج تداخلي، اجراءاتنا شوي مزعجه. لما يفشل المسكنات وتفشل العلاجات، مثل مريض الدزغ، مثل مريض الجنف، مثل مريض الحدب، مثل المفاصل، الحمد لله هذا كله خلينا نقول شوي تطوير لطب الألم خارج نطاق البروتوكول العلمي تبع طب الألم. طب الألم هو يعتمد على تخضيب الأعصاب بالعلاج التداخلي. في عنا أجهزة خاصة، في عنا أبر خاصة بنستخدمها لهي المواضيع. فمثلا مريض الديسك بإذن رب العالمين هلأ نحن بنلغي حوالي 90% من عمليات الديسك، وبنتيجة شفاء خلينا نقول او تسكين خلينا نقول، بدنا نقول شفاء لانه ما في شفاء تام، حوالي 70%، يعني عم نحصل النتيجه 70%. طبعا شرح يطول، شرح علمي يطول، ما يخص الفقرات والعمود والانخراط، الجنف اللي هي تشوهات العمود الفقري كمان عم نحصل نتيجه، يعني في مرضى حصلت لهم 100%، بس ما فينا نقول 100%، نحن دائما خلينا نقول 70 ل 80 ل 90 شفاء وتقويم العمود الفقري بسبب الجنف، وأغلبهم تشوه ولادي بعلاجاتنا التداخلية بدون جراحة، لأنه جراحة العمود الفقري دائما فيها خطورة، خطورة شلل.
تمام. دائما في خطوره لاي عمل جراحي وخاصه تداخلات على نخاع شوكي. نحن عم نتدخل على 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 جمله عصبيه مركزيه. حصلنا نتيجه كثير حلوه بالعلاج التداخلي تبعنا. حصلنا حوالي يعني تقريبا الغاء 70% من تبديل المفاصل. كمان تبديل المفاصل موضوع ما هو سهل. واي نتيجه شفائيه او تسكينيه بنحصلها لمريض على مفصله الطبيعي هي احسن بكثير من انه نحط مفصل معدني. احسن بكثير من انه لاحقين فيما في حالات لسه بعد 10 سنين بعد 15 سنه وتبديل المفاصل بشكل عام يعني باحسن احواله 15 سنه. طيب في عندنا شباب صبايا مضطر بصور الاشعه تبعهم بألمهم المزمن لاسباب مرضيه لاسباب رضيه لاسباب كثير اسباب انه لازم بدل له مفصله. طيب اذا بدلت له مفصله وهو عمره 30 سنه على 45 سنه لازم يتبدل مفصل مره ثانيه. تمام. المفصل الثاني عمره 5 سنين يعني صار عمره 50 سنة مبدل مفصلين ورجع الألم وهو عمره 50 سنة. طب بس عنده 10 20 15 الله أعلم الأعمار بيد الله. طب كيف بده يعيشون هذا؟ فنحن في هاي المحاولات كتير جربناها والحمد لله حصلنا نتائج كتير حلوة فيها بإلغاء تبديل المفاصل ولو كان لفترة مؤقتة. وعفوا يعني إذا بتداخل كل سنة أحسن ما أني بدل المفصل. أكيد حتى أكيد. لو اضطريت أتداخل خلينا نقول سنويا. أكيد. فعيادتنا بتشتغل تقريبا على كل ألم هيكلي مزمن لا يستجيب على العلاج. تفضلتي سألتيني عن مريض السرطان. مرضى الأورام بشكل عام بيوصلوا لمرحلة عفوا دكتور خلال فترة أخذ الجرعات نحن عم وما بعد وما بعد بعد ما يتعالج من الأورام يعني خلال فترة الجرعة خلال أو بعد هي بعد أحسن أوكي. بعد تداخلنا نحن بيكون بالمرحلة الأخيرة يعني خلينا نقول آخر سنة. طبعا ما فينا نحكي للمريض هذا الحكي يعني إنه بنتداخل لنسكن له ونخفف له وجعه لأنه وصل لمرحلة المورفين والأفيون ما عاد سكن. طيب الحياة مع الألم كتير كتير سيئة فنسعى لتأمين حياة كريمة لهذا المريض بدون ألم اللي هو مريض الأورام. فعندنا طرق جديدة وموجودة بالبروتوكول العالمي بنشتغل عليها لنخفف من ألم هذا المريض والحمد لله عم نشتغلها وبنتائج كتير حلوة. ومشفى الأسد الجامعي الحمد لله سباقة بهي الأمور ودعم الدولة الحمد لله كمان عم نحصل دعم كبير للعيادة. هو طب جديد على مستوى العالم طب جديد ولكن حاليا عم يسيطر وعم يسيط كتير على مستوى العالم. يمكن عمره بالعالم 40 سنة بس لا يتجاوز 30-35 سنة تقريبا 35 سنة. بحكي عن نفسي أنا بديان من 98 يعني هاي 22 سنة تقريبا إلي 15-17 سنة عم بيشتغل بشكل موسع فإله عمر عندنا منيح يعني ما هو سهل. والعيادة عندنا من فترة منيحة حوالي 10 أو 13 سنة بالأسد الجامعي عيادة الألم موجودة. حاليا عم نسعى بجهود المشفى وبجهود رئاسة القسم الأستاذة فاتن رئيسة قسم التخدير والإنعاش وطب الألم والعناية المشددة عم نسعى تسعالنا لتأسيس قسم مستقل هو قسم طب الألم واختصاص فرعي لطبيب التخدير. بعد ما يخلص اختصاصه كطبيب تخدير بيجي لعنا على قسمنا بيداوم 3 سنوات وحطينا تقريبا برنامج التدريس وبرنامج الامتحانات ولكن لسه ما تحققت. نتمنى نطلب من الجهات المختصة تدعمنا بهذا الموضوع لنقدر نأسس قسم خاص قسم مستقل ضمن مشفى الأسد الجامعي هو قسم طب الألم. أكيد نتمنى إن شاء الله ونحن كلياتنا هيك نتمنى. دكتور كل مريض له علاج خاص فيه. طيب خلينا نحكي عن القواعد العلمية اللي أنتم بتشتغلوا عليها لكل مريض على شو يعني كيف بتبلشوا مع أي مريض بيجي عليكم ونحكي كمان عن حالة العام كيف كمان تم إنقاذه من بتر إيده اليمين. بشكل عام مبدأ شغلنا أو مبدأ العلمي لتخفيف الألم شغلتين مهمين جدا. أول واحدة هي تخضيب الأعصاب وأغلب حالات اللي منخضب فيها تخضيب الأعصاب يعني هو دخول الإبرة لجوار العصب اللي أنا بدي إياه. تمام. طبعا مو أنا بدي إياه اللي باختياري أنا بدي إياه بحالته المرضية منفوت لجوار العصب لجواره ممنوع ملامسة العصب ومنعطيه الأدوية اللازمة بجوار العصب فما عاد أعطيه دواء حبة تبرم بالجسم جهازي بيسموه هون موضعي
تداخل موضعي للمنطقة اللي فيها ألم، فهو بشكل عام تخضيب أعصاب. في شيء تاني كمان نتيجته كتير رائعة للألم المزمن، هو ألم عضلي طبعا، وأغلبه ألم عضلي خاصة خلينا نقول بالديسك مثلا، تقوم العمود أو تشنج العضلات المزمن الذي لا يستجيب بسبب شد الخلايا وشبه تسكير مسامات الخلية، فما بيعود في تبادل خلوي، تبادل أيضي بين خارج الخلية وداخل الخلية، فمندخل لهي المناطق اللي فيها الألم ومنعمل كلمة شوي سيئة، شلل مصطنع مؤقت في هذه المناطق المؤلمة، نصطنع الشلل، بس هذا شلل مؤقت ساعتين وعم نحصل منه نتائج كتير حلوة لإعادة حياة الخلايا بعد ما تتحول الخلية لحياة لا هوائية. الحياة لا هوائية مؤلمة جدا، ففي كتير صور أشعة عم نشوف العمود تقوم أو تشنج شديد بالعمود الفقري. هذا التشنج بالأدوية صعب كتير يروح لأنه الدواء ما بيدخل للخلية، بيتجمع داخل الخلية سموم الخلايا. العلاج الدوائي هو طويل الأمد، ما يعني صعب. لذلك هون العلاج الفيزيائي اللي هو تدليك الخلايا، تدليك العضلات، بيعطي نتيجة لأنه منحرك مسامات الخلية لتعمل تبادل، تجمع السموم داخل الخلية اللي هي اللاكتات والسي او 2 أكتر شيء، كتير مؤلم. فبدنا طريقة لنخرج، تخرج اللاكتات أو سموم الخلايا، سموم الاستقلاب تخرج لترجع تبرم بالدم وتنطرح عن طريق جهاز الهضم أو عن طريق جهاز البول. كيف بدنا نطلع؟ الحمد لله وصلنا لهذا الموضوع الحلو، كتير حلو، انه اصطناع شلل مؤقت في هذه الخلايا. تمام. لما شلل الخلايا بتنفتح مساماتها، بعطي فرصه للتبادل، بيرجع التبادل الخلوي، تبادل الايدي للخلايا، بترجع بتنمو الخليه وبتعيش حياتها الطبيعيه، بتاخذ اكسجين وبيبدا الالم يخف شوي شوي. والحمد لله عم نحصل نتائج كثير حلوه بما يخص الالم المزمن بالجسم، بالهيكلي طبعا اكيد حشوي، لا بيتغير الحكي كله، وما يخص الديسك مثلا، ما يخص ألم الأطراف، ما يخص المفاصل، عم نحصل نتيجة كتير حلوة الحمد لله. خلينا نحكي بس على حالة العام، كيف تم إنقاذ إيده اليمين من البتر دكتور؟ سيد فايز جلطة بإيده أو عدة جلطات، جلطات كبيرة طبعا، مو شغلي، تحول للأوعية، راح إسعاف على ما شافي، ما بدنا نذكر أسماء طبعا، عدة أمكنة، عدة أطباء، نعمل صورة المولتي سلايز، فتأكد انه في جلطة باليد، فالقرار هو جراحة اجباري. الجراحة هون اسمها فوغارتي مشان تسليك الأوعية الايد، وصل خلينا نقول فتح الشرايين والأوعية وإعادة التروية تقريبا لمنتصف الساعد. غاب فترة منيحة ولكن الوجع مو لازمه، ما في يعني الوجع ضل موجود، والزرع فتره ما خف شوي مو كتير. بعد 6 أشهر 7 أشهر تقريبا رجع لعند الدكتور، ايده كتير مؤلمه وبلش السواد تزرق ايده، بلشت تسود ايده، فكان القرار يعني ما حد في حل، لانه مميعاته كادويه عم يستعملها، ادويه المميعات عم يستعملها، واستعملها خلينا نقول بعد الجراحه 6 أشهر رجع تزرق ايده، فتحول على عيادتنا من شان تخفيف ألمه. لأنه في قرار بتر، وكلمة قرار بتر في موضوع نفسي لحتى أكيد يتقبل المريض الفكرة، وبنفس الوقت بنعطي فرصة أنه الطبيب على وعسى هالدواء، أنه على وعسى إذا غيرنا الدواء ممكن، كلمة بتر مو كلمة سهلة. فتحول لعندي من شان الألم قد ما هو موجوع كتير، وبدأنا بإجراءاتنا، حولنا الألم إلى أمل وإلى إعادة حياة جديدة. عم فايز مرحبا، كيفك بالبداية؟ أهلا فيك، الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم. ويعني اليوم نحن مبسوطين بوجود حضرتك، أنك أنت مثال لحتى نحكي عن التطور الطب بسوريا. أحكي لنا عن مرحلة علاجك، قديش ضليت، كم سنة ضليت بالبداية قبل ما تخضع للعملية؟ وبعدين عند الدكتور هيثم قديه ضليت وقت؟ أنا تمنيت من شدة الألم أنه تنبتل إيدي من هون، لأنه كنت أضج للسماء من الوجع، كأنه عم بات مو شواكيش، مهدات عم تخبط بيدي. تعرفت على أحد الدكاترة وعمل لي بعد ما صورت تصوير طبقي محوري متعدد الشرايح، عمل لي العملية وأعطاني مسكنات
وأدوية واستعملتها لمدة 6 شهور. بعد 6 شهور رجع الألم. يا دكتور رجع الألم. قال لي ما فيني أعمل لك عملية ثانية لأنه الإيد هاي صحة على قلبك. قال لي بس عملية الثانية ما بحسن أعمل لك، خد أدوية. قلت له الأدوية والمسكنات ما عم تسوي لي شيء يا دكتور. طب عفوا خليني أعلق مع الدكتور صدري. بعد إذنك عم هون ليش ما فيهم يعملوا له عملية ثانية كان؟ لأنه بس مدة 6 شهور قرار لهم يعني قرار ما بعرف جوز ما بعرف فوت بالتفاصيل ما بعرف فوت بالتفاصيل نعم. قلت له يعني أقطعها؟ قال لي حرام تقطعها لسه إيدك حية. بعد مجادلات طويلة مع هذا الدكتور قال لي بس راح أعطيك أنا دكتور آخر يمكن تلاقي الحل المناسب عنده. قلت له دخيلك الحقني. أعطاني رقم الدكتور واتصلت فيه وقال لي تعال لعندي وعمل لي أول جلسة راح الألم 50%. عمل لي الجلسة الثانية بلش الألم ينتهي الحمد. حتى الجلسة الثانية كانوا دكتور قاعد عنده بنفس الاختصاص وعم بيصوروني على الجهاز تبع الأوردة الدموية وقال له تعال شوف يا معلمي تعال شوف الإبرة وين راحت. قال له خذها على اليمين خذها. وأنا في غاية السرور لأنه حسيت أنه هذا الدكتور أنه مسك الألم تبعي. حسيت في غاية من السرور والسعادة. وحد الآن صار لها العملية سنة طابت ايدي لا في الم بس يعني شويه رشفه بس الحمد لله على سلامتك. الحمد لله يعني حضرتك خاضع على عمليه ويعني بعد عمليه يعني الاستطباب نعم يعني بعدكم عم تتابعوا الحاله بالنسبه لفايز الحمد لله ما في وجع ما في وجع الحمد لله وايده لك حمراء وتروتها جيده وحركتها يعني يقدر يحركها يعني ويستخدمها ما في داعي يعني يعني بتعمل بس مو مثل هاي بس الحمد لله على سلامتك. الله يسلمكم خلينا اياكم طول عمركم. الدكتور خلينا نحكي اكثر على شو بيعتمد طبيب مسكن الالم اكيد بعمله بنجاحه على شو بتعتمد انت كطبيب؟ كيف اشرح لك اياها؟ اعتمد على شغلنا على طبعا. بروتوكول علمي اكيد اعتمادنا بروتوكول علمي موجود بالكتب العلميه بنقراه وبنطبقه باستخدام طبعا بدرجة الرئيسية هي خبرة الطبيب تمام باستخدام الإيكو باستخدام النيرف ستيمولايتر باستخدام الأدوية اللي منح أنا هو عمل تنظيري يعني دكتور بيكون نحن كل عمل تنظيري لا ما في تنظير هو حقن موجه حقن من خلال كاميرا من خلال كاميرا يعني مثل ما بيقولوا إبرة موجهة تمام بنحط الإيكو بنحط بروب الإيكو وبندخل بالإبرة فأنا شايف الإبرة وين داخلة وبنفس الوقت بشوف الدواء لما ينتشر وعم بحقنه على شاشة جهاز الإيكو. واستخدمنا شيء ثاني نيرف ستيمولايتر بيعطي نبضات كهربائيه كمان استخدمتها لسيد نعم. فايز بالضبط تلاقيه يحط لي الشحنات الكهربائيه نط من شده الالم نعم تمام تفضل فاستخدمنا له كمان تنبيه الاعصاب لدرجه انه ايده صارت تحرك حركات عشوائيه حركات غير مضبوطه مو بارادته عم يحركها طبعا احنا غرضنا شيء اولا انه بدي يسكن له المه استخدمنا التخضيب ومجرد تسكن الألم خلينا نقول تبدأ الحياة طالما موجوع كل الأوعية بتتشنج فبيزيد بتزيد الجلطة أو بيزيد تأثير الجلطة لأنه الأوعية كلها شدت خففي له ألم وبترتخي شوية الأوعية بعدها منفوت بالكهرباء لمراكز عصبية منفوت على الضفيرة العضودية بعدة مداخل منفوت على أعصاب محيطية عصب كوربوري عصب زندي عصب عضوي يعني على عدة نقاط للوصول إلى هذه الأعصاب وتنبيهها نعم. تنبيه العصب لما يعطيني حركة عصب كهرباء الكهرباء صفت مو موضوع حرك إيدك عم تتحرك إيده غصبا عنه تمام. بدون إرادته هاي الحركة القوية خلينا نقول بتفتت أو تساعد بتفتيت هذه الجلطة نعم. وهذا الشيء حصلناه طبعا يمكن تسأليني سؤال إذا فتت الجلطة ما ممكن تنتقل للدماغ أو لأرنة تانية أنا سبقت عليك قبل ما تسأليني تمام. إيه طبعا ممكن تنتقل بس نحن عاطينه مميعاته ومميعاته عم ياخدها وبالآخر إيد بتر تمام. فهي كانت محاولة كتير ناجحة ونتيجتها كتير رائعة
وشوفت عيني. الحمد لله على السلامة. طب دكتور، نحن بنعرف انه ممكن الديسك في له عمليات، في له دواء، ان كان في جلطه بالايد مثل حاله العم فايز، في له عمليه أكيد. ما نجحت العمليه، في حلول ثانيه، ولكن نحن اليوم كيف فينا نعطي امل للمريض بطب الألم؟ يعني ممكن ما كتير معروف عنا بسوريا هذا معروف. الاختصاص طب الألم مو معروف نهائيا معروف. كيف نحن بنقدر رغم اني لي 15 سنة اشتغل واحكي تماما، يعني لازم نحن لازم يتطور. كيف نحن بنعطي الأمل للمريض انه هو يأمن لنا انه ياخذ نتيجة صح؟ بس يشوف المريض هيك حالة، يعني في إبرة وفي تخدير مؤقتي او تماما علاجنا مزعج، تداخلات أوبر، في عنا أوبر كبيرة وأوبر تخينة ومزعجة. هلا دائما نسعى، يعني أنا بخدر موضعي وقت فوت بالأوبر التخينة بخدر له موضعي بالمدخل، مدخل الإبرة، مشان ما يحس ب ما ينوجع كثير لما بدخول الإبرة، ومنحوص بالإبرة أكيد ما رح أوصل فورا مطرح ما بدي أنا أكيد. يعني قد ما كانت خبرتي ما رح أوصل مباشرة للعصب اللي أنا طالبه، ففي مناورات لنوصل، قد تكون مزعجة شوي، فبخدره موضعيا بنقطة الدخول. هلا موضوع كيف الناس بدها تعرف، هيدي جهودكم وجهود الاعلام انه ينشر هذا الحكي وينتشر بين الناس لينعرف انه هذا الشيء موجود عندنا بسوريا. متطور بعده بلدان وعندنا متطور كثير، بس لم نصل الى المستوى المطلوب. ابسط الايمان انه الناس تعرف انه في شيء اسمه طب الالم، 100% في شيء اسمه علاج للديسك بدون جراحه، في شيء اسمه علاج للمفصل او لترميم المفصل بدون جراحه، للجنف، للحدب. حالة الجنف أنا عرضت على التلفزيون وهلأ موجودة على المواقع، موجودة بتشوفيها، وكانت أول جنف بالعالم، أول جنف بالعالم كانت بتنعمل بدون جراحة، وراسلت لها عدة جامعات بالعالم والكل كان قرار جراحي مع خطورة عالية. هلأ في مركز بفرنسا عم يشتغل بدون جراحة بس معتمد على الشدودة، شد يمين شد يسار، ممكن تكون طريقتهم أحسن من طريقتنا، ما بعرف تفاصيلها، بس طريقتنا حصلت نتيجة كثير حلوة الحمد لله. تمام. انه لازم ينتشر للناس تعرف انه في شيء انا ظهري عم يوجعني، طب ما عم بستجيب على حبي، طب في شيء غير الجراحه، في شيء ممكن يفيد غير اني اعمل عمليه وافتح الظهر. وبشكل عام يعني طبعا مو اساءه للجراحه اطلاقا، بشكل عام الديسك وكلنا بنعرف كجراحه ناكس بعد فتره. هي كنت بدي اسالك دكتور عن سيده بعرفها عملت مرتين ديسك للرقبه ولهلا عم تعاني من الم كمان، والديسك ما يعني كانه ما طاب، ما شفيت بشكل ما نهائي شفت. طيب نعم. شو هذا العلاج هلا بده يكون كمان بالقبل؟ انا بوافق على 10% من العمليات. تمام. مقرر 100 عمليه بوافق على 10%. ايمتى بوافق على الجراحه؟ طبعا 10% من الناس اللي بيراجعوني، اكيد مو الكل اللي بيجي لعندي ومو الكل اللي بياخذ رايي، او مو رأيي كشخص يعني. تمام. كرأي عيادة طب الألم. كيف بوافق على 10%؟ لما يكون الديسك، هلأ شو هو الديسك؟ الديسك هو الغضروف اللي بين الفقرتين. هذا الغضروف انفتأ طلع باتجاه الخلف، ضغط على النخاع الشوكي، ضغط على الأعصاب المركزية. منوافق لما يكون هذا الضغط كتير مؤذي، قد يسبب الشلل وأذية هذه الأعصاب، خلينا نقول بعد سنة، ما بدي أقول بعد يومين. لما يكون هذا الديسك ضاغط بشدة وبكل المقاطع، طبعا نعتمد على الرنين كتير، بكل المقاطع هذا الديسك ضاغط على النخاع الشوكي، هون لازم جراحة. لازم جراحة. وكتير بقول لهم لمرضاي انه لازم تعمل عملية لنشيل الديسك، رغم انا واثق انه ألمك ما حيروح، حتضل موجوع. تمام. فشوفي الفكرة صعبة للمريض، بدك تعمل عملية وانا بعرف انه وجعك ما حيروح، هيك صار مع سيدة، بس لازم تعمل عملية، لازم تعمل عملية، لانه ديسكك بيأذيك بعد سنة. انا احيانا اذا بتداخل عليه سكنت له وجعه، صفة تسكين، سكنته لنقول سنة، 6 شهور، طب بس في احتمال بعد هالست شهور هدول ينأذى، في احتمال ينأذى، لذلك ما بتداخل، انه انا شايف انه هذا الديسك ضاغط كتير. فممكن اعمل له أزية اذا تركت له اياه. طيب هاي اللي عملت غلط اني سكنه. دكتور عملت عمليتين هلا، يعني ممكن مثلا تيجي لعندك انت تسكن لها؟ لا ما بإذن ما بتعود بدها عمل جراحي ابدا باذن الله. ما فيني احكم لافحص وشوف الاشعه ان شاء الله. طبعا لازم اشعه جديده بعد الجراحه. تمام. اذا عند الاشعه القديمه قبل ما تعمل الجراحه ما بتفيدني، لانه في شيء تغير هلا انه عملت عمليه، فبدي اشوف شو الوضع الحالي وبنفحص
وبنحكي وباذن الله بنحصل لها نتائج حلوه ان شاء الله. دكتور هيثم، خلينا نحكي لكل هلا مريض عم يتابعنا، طبعا عياده طب الالم هي موجوده بمشفى الاسد الجامعي، اكيد فيكم تستشير في مشفى المواساه، وفي مشفى المواساه هي المشافي الحكوميه موجود العياده، ولكن خلينا نحكي شو هي الاجراءات يلي بتترتب على المريض، يعني هو استشار طبيبه، استشار طبيب آخر، حاولوا أو حاول أنه يعمل عملية وتردد بالعملية، هل العيادة مفتوحة للاستشارة إذا هناك منفعة للعلاج ولا لا؟ طبعاً. وشو هي وشو لازم يعمل صور، شو لازم يعمل تحاليل المريض؟ ما في يقول لك صور وتحاليل، كل مريض أو كل حالة مرضية إلى تحويلة إلى صورتها إلى، يعني إحنا ما بنعتمد على تحويل طبيب الديسكن كان أو كتار بيحولوا لنا، نحن ما بدنا نحكي بعيداً عن طبيب الألم، بدنا نحكي بعيداً عن تحويل الطبيب للمريض، نحكي المريض يلجأ إلى العيادة مباشرة. العيادة مفتوحة ودائماً بيجينا مرضى للاستشارة، في مرضى بنشتغل لهم، في مرضى بنقول لهم ما بفيدك عيادتنا ما بتفيدك بنحوله. في مريض بيفكر حاله مثلاً إنه معه ديسك، وما بيكون معه ديسك، بيكون معه بحصة فرضا، هون أنا بحوله لطبيب الكلية إنه وجعه بالمنطقة أو عم يمشي بيفكر حاله وجع ظهر والله ديسك، فأنا بحوله لطبيب الكلية اسمها استشارة، فبنعمل استشارتنا. إذا كانت استشارتي لقيت هذا المريض أنا شغلي فيني فيده بشرح له إنه أنا فيني أعمل كذا وكذا وكذا، فيني حصل لك نتيجة هالقد، ما فيني إشفيك مية مية أكيد، فهي استشارة طبية مثل ما نعمل استشارة قلب ولا استشارة كلية، ولا هي استشارة طبية وعيادتنا دائما موجودة نعمل استشارة ومن الداخل أو نعمل استشارة ومنحول. نحن كم طبيب موجودين بالعيادة؟ مشفى الأسد الجامعي ثلاثة. ثلاثة حاليا، فقدنا شخص مهم جدا الله يرحمه، الله يرحمه ويرحمه، دكتور إبراهيم عشمي، فقدنا من فترة عطاكم عمره، كان أحد القائمين على العمل والمهمين جدا عندنا، الله استفاد أمانته، الله يرحمه. دكتور خلينا نحكي عن علاج الشقيقة كمان، إنه بما أنه هو مرض مزمن هل عم تعالجه أنت ولا لا؟ لا، الشقيقة مزمن صح؟ تمام. هي جميع الشقيقة عفوا تجمع مادة عصبية اسمها السيروتونين بخلايا الدماغ، هلا ما بيفيدها إلا سحب هذه المادة العصبية السيروتونين تنسحب من خلايا الدماغ ليخف أو لتعالج شيء. طبعا ما في علاج مية مية. تمام. العلاج هذا دوائي. نعم. في أدوية بتخفف من ألم الشقيقة، وفي أدوية تانية بتباعد نواب الشقيقة. بتباعد نواب الشقيقة. نحن قلنا شغل بعيادتنا بما يخص الشقيقة، ولكن لتخفيف ألمه وليس لعلاجه. نعم. تمام. ما فيني أعالجه ولكن بخفف ألمه كتير. هي تدخلنا على عضلات الرقبة وعضلات الكتف لإرخي هالشد العضلي تبعها، لأنه أغلبهم بيصيرون هون بيصرخ، بيصيرون على الرقبة ألم كتير قوي، فهذا الضغط القوي بالتالي بيضغط على السوباتي وبيضغط على الوداجي، الشريان السوباتي والوريد الوداجي اللي بيطالعوا الدم للدماغ وبيسحبوا الدم من الدماغ. الضغط عليه بيخفف من التروية الدماغية، فنحن منريحه بهي الآلية هون إني إرخي هاي العضلات لخفف الضغط والشد على هاي الأوردة الكبيرة اللي بتغذي الدماغ، وبنفس الوقت ممكن نتداخل على بعض المراكز العصبية، ولكن الأساس هو علاج دوائي. نحن شغلنا نوع من المساعدة، نوع من المساعدة لمريض الشقيقة أكيد، لتسكين الألم لتخفيف ألمه وتسكين ألمه أكيد. دكتور شكرا لك، شكرا على معلوماتك اليوم، نورت صباحنا، شكرا لك والحمد لله على سلامتك. شكرا لكم، شكرا لوجودكم، شكرا للقناة، شكرا لكم، شكرا كثير لكم. دكتور الدكتور هيثم من أولى أخصائي تخدير وأيضا أخصائي طب الألم، يعني بدنا نتشكرك نيابة عن المرضى يلي شفيتهم. الله يقدرنا ما نقصر مع حدا، الله يقدرنا نقدم خدمة حلوة لكل مريض، ودائما الأطباء السوريين بالمراتب الأولى برغم الحرب، برغم الظروف الاقتصادية الصعبة، الحصار الاقتصادي، وبرغم كل شيء مرقنا فيه وهلأ عم نمر بكورونا، إلا أن الطب هو عم يعمل أبديت دائما عنا، نفتخر فيه ببلدنا من التسعينات، يعني إذا هو عمره التسعين. عالميا 40 سنة، نحن تقريبا من التسعينات 30 سنة، من التسعينات موجود عندنا الحمد لله. عم نتمنى من الجهات المختصة، شغلنا بده دعم، يعني بده إمكانيات. شغلنا كتير يكفي إنه شيء جديد، شيء جديد الناس ما بتعرف،
غير منتشر وحل بديل وفعال على أرض الواقع. شكرا كثير لك دكتور عم فايز، الحمد لله على سلامتك. شكرا الله جزيلا لكم وللقناة المحترمة. شكرا، وأنا بتشكركم جدا جدا على هذه المقابلة. يطول بعمرك والحمد لله على سلامتك. شكرا كثير لكم جميعا. أهلا وسهلا فيك عم